هذه في المحالة فهد وبسام وبندر وكل الأخوان وبناتي في فيفا ما شاء الله الله يسلمك. كلمهم بالفيفي. كلمهم بالفيفي. إيه؟ فهد السلام عليكم، أنتم بخير نسيف الله باسم، من أخباركم؟ ين أنت وين؟ تفطرت ولا باقي ما فطرت؟ خلاص يا فهد اسمع كلام أبوك. الله يحفظك. الله يحفظك يا عم، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم طيب. أسأل الله يردك لهم وتسالم وغانم. آمين. الله يحفظك.